السلام عليكم. ما هذا الغراء؟ وبدلها خا ونقولها كاع، ما هذا الخراء؟ قناه كواليس كاينه في يوتيوب، دايره واحد البرنامج، قلت لك اول برنامج مغربي، اول فيرسون مغربيه ديال البلايند ديتين. ايوا جابوا وحده ضرب لها الصايه حتى العنق واصله. باديه مازال ما درتيش ابوني، واش كتسال؟ دير معنا ابون، زير معنا الصمت. يا السلام عليكم، كيف حالكم اخواني الكرام؟ أين أنتم يا كراغل؟ اشتقنا لكم، هيا إلى المونديال الإخوان. اليوم غادي نشوفوا سامي دغيلان كيرد على صحاب فيديو المهزلة. أنا كنقولها ديما، كاين اللي كيدافعوا على البلاد وكاينين شي وحدين كيتقبلنا الخنشة من التحت، بحال شاينا، بحال هادو اللي خرجوا البرنامج ديال الدل. فهمت واش هاد الناس اللي كيفضلوا انهم يشوهوا ريوسهم على المشاهدات ولا على الفلوس ولا لا ولا على شي حاجه اخرى؟ ما واش من كرامه عندهم؟ واش من اجي نشوفوا هاد الشيء كامل، لكن قبل نشوفوا لي فيديو اللي صيفطوا لنا. اول فيديو، يا ربي اسمح لي، من عمي تبون بحال لا عند الحلاق، وراه بحال اللي تاع ما عارفين بالسلاب، ما عارفين دوروا عليه صاف غير كاشا، قالوا لي دور بحال السلاب، سير بحال السلاب. دوزوا الفيديو اخر. هذا الاخوان قالوا لك اسحب لنا، واش مطر ولا ملعب؟ خسارة المصلين اللي كيفتشوا عز عمل اش خافوا. اللي بغاو يصليو في العيد اللي يفتشوا قاعدة. لا حول ولا قوة. الناس كيزيدوا لقدام والجزائر كترجع للور. دوزوا الفيديو اخر. سؤال بمليون دولار، لماذا لا يستطيع شنقريحة الجلوس على الارض؟ وهذا السؤال خصنا نسولو دوك اللي كانوا معاه في الهليكوبتر فاش شدوا المغاربة. اللي كانوا جلسوا حدا ديك الشبكة من موراه، وجالس هو واش كيدير؟ ما عرفش المصير ديالو كيفاش غادي يكون. دوزو الفيديو اخر. يا رجل الحمد لله، اليوم دائما نشوف اماراتي يفسر اسباب هجوم الدوله الجزائريه على بلادي ويهدد بقوه. اسمع وتعلم. نسمع الاماراتي اش قال. دائما بثوث الجزائريين على الامارات مسلطه، وانا بقول لكم السبب اللي على الجزائريين مسلطه. في طال عمرك في موريتانيا تقدمت الحكومه الموريتانيه بطلب للامارات تساعدها في توصيل الماء ل 130 قريه. طلعوا مهندسين من هنا وخططوا المنطقه وشافوا توصيل المياه مالها، وطرحوا مناقصه على عده شركات موريتانيه ان يعملوا في توصيل المياه للمناطق هذه كلها، وطبعا حملنا المضخات وغيرها وكذا لتوصيل المياه ل 130 قريه موريتانيه. تكلفه المشروع 160 مليون دولار. 160 مليون دولار. طرح المشروع واشتغل. قالت الجزائر ليش الامارات تسوي في موريتانيا؟ لها هدف في زعزعه اقتصاد الجزائر. يا رجل المصريين ماي لناس مسلمين، عرب مسلمين محسوبين علينا. انزين ناس مسلمين محسوبين علينا، مصريين ماي اصبح اجرمنا نحن. هذه واحده. الشغله الثانيه، انتم ما يخفى عليكم في افريقيا صارت طال عمرك في مثلا مالي صارت طال عمرك طرد الماليين لفرنسا. طبعا الجزائريين يتبعون فرنسا.
لما طاروا من كابو الجزائريين واتفقوا مع فاغنر يكون يعطونهم 10 مليون دولار ويشاركونهم في ثروات بلدهم، يعني سرقة، سرقة مالي بهذه الحالة. جاءت الإمارات واتفقت مع الحكومة المالية أن يدخلون معهم شراكة على الترقيب على هذه واشتغلوا فيها زين، وقالوا حق فاغنر يعني انت بس شغلت حراسات مالك شغل في التدخلات في دخول البلد. جنة الجزائر ليش يطردون فاغنر وانت ايش علاقة اذا ظهرنا فاغنر؟ هذه الثانية. الشغلة الثالثة اللي هي اهم من هذه واكبر حجم، انتم ما يخفى عليكم انه ازمة المغرب والجزائر قطعت الجزائر الغاز على المغرب، فاضطرت المغرب ان تشتري الغاز من إسبانيا اللي هو غاز جزائري يباع على إسبانيا، واضطرت المغرب تشتريه بسعر أعلى وتجيبه على المغرب. المهم اقترحت سيدي جلالة الملك الحسن ملك المغرب إلى الإمارات، الملك محمد الخامس جاء إلى الإمارات واستقبلوا طبعا أبهرهم الاستقبال اللي استقبل فيه. هذا ملك مملكة، ملك دولة عربية، ملك دولة شقيقة بالنسبة لنا. عملنا طال عمرك مشروع معاهم لإمداد مد بيب غاز بتكلفة كبيرة، يعني تكلفة 25 مليار دولار من 13 دولة في أفريقيا ما لها منفذ على البحر لتوصيل الغاز إلى المغرب، ومن المغرب يباع إلى الدول كاستثمار إلى دول الأوروبية. قالت الجزائر ليش تعملوا هذا المشروع مع المغرب؟ هذا أنتوا تبغون تدمرون الجزائر. يا أخي شو الدمار في الجزائر إذا أنا عملت مشروع في المغرب؟ أنا عامل مشاريع في الجزائر، أنا عامل مشاريع ب 15 مليار دولار في الجزائر. عرفتي 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 الموريتانيين إلا نضوا للجزائر غادي يفشوها، غادي يفشوها يفشوها. دوزوا الفيديو آخر الإخوان. السلام عليكم. ما هذا الغراء وبدلوا لها خا ونقولها كاع ما هذا الخراء. قناة كواليس كاينة في يوتيوب دايرة واحد البرنامج، قلت لك أول برنامج مغربي او الفيرسون مغربيه ديال البلايند بيتين. ايوا جابوا وحده ضرب لها الصايه حتى العنق واصله. الصايه باديه جهه الكرش وصل العنق، ما مازال ما فهمتهاش لحد الان. وربعه ديال الدراري اقل ما يمكن يتقال عليهم هي حشومه عليهم داكشي اللي كيديروا في راسهم، ما داروا حتى شي واحد شي حاجه. راه هذاك المنظر اللي كاين وهذيك الطريقه ديال الهضره وهذاك المستوى وديك لونجلي ديال السوق مخلطه مع شي دارجه ما هياش وديك اللباس، هادشي كامل راه عار انه ينسب لهاد البلاد، وعار اننا نساندو هاد الطريقه ديال التفكير وهاد الطريقه ديال التصرف وهاد الطريقه ديال التمييع الخطيره جدا. حيت كاين بزاف ديال الحوايج تقدر تقول يمكن حنا كاين اختلافات نقدروا نناقشوها، احنا اجيال مبدله، يمكن الدراري طالعين صغار منا باقيين محتاجين انهم يكتشفوا الدنيا يشوفوا اللي كاين. وكرا داكشي اللي كاين في ديك الفيديو كيبين واحد الدرجه ديال الغباء، واحد الدرجه ديال الاستهتار، واحد الدرجه ديال التخلف. راه تخلف هذاك، والله ما كتزيدوا لقدام اقسم بالله الا ما راكم راجعين للور. راه ما كاينش اغبى من انك تاخذ حاجه كيديرها واحد اخر تاخذ منها القشور ديالها وما تفهمش بان هذوك الناس ها فيهم اللي تفروحوا كيديروا بحال هكاك. ما هما راه غاديين في العلوم والتكنولوجيا وبزاف ديال الحوايج وفايتيننا فيهم. ما نبغيش نضيع وقتي بزاف. ويحز في قلبي ان الفيديو دايره شي 220,000، وعارف بان ملي دويت عليه غيمشيو الناس يشوفوها، ولكن انا اللي غيشوف غيشوف باش الله يرحم ليكم والديكم ما تخليوش بناتكم يتبهدلوا بحال هكاك. إخوان خصنا نزيرو الصمت شويه، راه كاينين احنا لاعبين ناقصين، كاين اللي لاعب ضدنا، لاعب معنا ولكن ضدنا. لا حول ولا قوه الا بالله. إخوان وصلنا اخر الفيديو، تحياتي لكم ديما مغرب ولا عزاء للكراكيل.